انتقلنا مشاهدينا إلى شباك هاشتاج ونرصد فيه اليوم تفاعل التونسيين مع الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، وينضم إلينا مراسلنا في تونس علي الجاسمي. مساء الخير علي، وأهلا بك. علي، إذا نبدأ مع الهاشتاج الأول، وهو يعني حول جدل يدور بشأن صلاة صلاة الاستسقاء، وكاتبة تونسية تصفها بالشعوذة. بالفعل ديما، مساء الخير. في البداية يعني هذا الموضوع كان محور النقاشات أو السجالات في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل الإعلام طيلة الأسبوع. يعني إحدى الكاتبات قالت بأن وتعليقا على دعوة وزارة الشؤون الدينية لإجراء صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الأمطار بعد انحباسها لمدة أشهر حتى الآن، قالت بأن هذه الدعوة إلى هذه الصلاة هو من باب الشعوذة وأنه لا يقدم ويؤخر في حقيقة وجود حالة جفاف في البلاد، وهو ما أثار حفيظة الكثير من التونسيين وخاصة طبعا التونسيين المحافظين الذين يعتبرون بأن هذا مس من شعائرهم ومس من الدين الإسلامي، باعتبار أن فريضة أو صلاة الاستسقاء هي إحدى الشعائر التي يعتمدها المسلمين للطلب نزول الأمطار في حال انحباسها. طبعا هذا الموضوع ما زال إلى حد الآن مثار جدل في الشارع التونسي. آمنة أبو غانمي قالت على ذكر صلاة الاستسقاء ورائدة النمط مايا الكسوري، هل تذكرون موقفها عندما حرقت الزوايا؟ والزوايا هنا هي طبعا مساجد الأولياء الصالحين. وقتها الباجي الله يرحمه الرئيس السابق الباجي قايد السبسي ذهب لزاوية سيدي بوسعيد وألقى خطابا صغيرا ذكرنا فيه بأهمية الولي الصالح ولي النمط التونسي المعظم. نتذكر وقتها هيك الجوقة أو تلك طبعا المجموعة المحيطة أو المجموعة النمطية تكلمت كثيرا على التراث اللامادي والشخصية التونسية والزوية الأولياء وكيف ساهمت في استقلال تونس. وهنا طبعا حديث عن ازدواجية الخطاب بالنسبة لهؤلاء الذين يتبنون أو هم تبنوا حالة الذين اعتبروا حالة صلاة الاستسقاء باب من مظاهر الشعوذة. طبعا الإعلامي سمير الوافي أيضا علق عن الموضوع وقال الناس تطلب رحمة الله في الشدائد وعند الضيق وفي الكوارث والمصائب والأمراض والأوبئة، وتحمده على نعمه وعلى رحمته وتبتهل له وتنجيه وتدعوه وتلجأ إليه خاشعة وتؤمن أن الدعاء ملاذ وروحي مهدئ ومطمئن ومريح، فلا ينقطع الرجاء ولا ينفذ الأمل، حتى الذي يشتغل في النازا ومن يعمل رائدا للفضاء يلجأ في لحظات ضعفه الإنساني إلى الدعاء ويتصل بوالدته في لحظات الضيق راجيا دعاءها ويصلي قبل دخوله المركبة الفضائية. وهنا يقول بأن حتى العلم لا يناقض مثل الذهاب إلى صلاة الاستسقاء، باعتبار أن المناجاة الروحية لله عز وجل هي فعل إنساني قبل أن يكون خاضع لأي تفسير علمي آخر. طبعا غفران الحسيني أيضا قالت صلاة الاستسقاء شعوذة، قلت رحم الله الإمام الغزالي حين قال سبحان من احتجب عن بصائر العميان وتركهم في مسارح المحسوسات يلعبون وشهوات البهائم يترددون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. طبعا أغلب الآراء كانت رفضت ما ذهبت إليه مايا الكسوري وهي إحدى الكاتبات ودائمة الحضور في وسائل الإعلام التونسية، وقالت بأن هذا مس طبعا من الشعائر، وحتى إذا كانت وقالوا أن إذا كنت لا تؤمنين بمثل هذه الممارسات فمن الأفضل أن لا تتجنبي من الخوض فيها ومس الناس في شعائرهم الدينية. نعم نعم علي، وننتقل إلى الموضوع الثاني، وهو أيضا أثار جدلا بكل تأكيد لأنه متعلق بالبطالة ونسبة البطالة ربما ترتفع في تونس حاليا. والرئيس قيس سعيد يرفض تطبيق قانون متعلق طبعا بتوظيف من يعني لم يمتلك عملا خلال ال10 سنوات الماضية أو بلغت البطالة 10 سنوات. بالفعل ديما هذا الموضوع الذي يعرف بقانون
عدد 38، وهو القاضي بتشغيل من تجاوزت مدة بطالتهم 10 سنوات بإيجاد طرق استثنائية لتوظيفهم في مؤسسات الدولة. كان تم تمرير هذا القانون من قبل البرلمان المجمد خلال المنتصف أو شهر أوت من العام الماضي، وكان الرئيس بنفسه قد قام بختمه وإنزاله في المجلة الرسمية، لكن مؤخرا قال الرئيس كلام آخر، قال بأن هذا القانون غير قابل للتنفيذ وبأنه جيء به لامتصاص الغضب وبيع الأوهام للمعطلين. طبعا عدد المشمولين أو الشباب المشمول بهذا القانون قالوا بأن الرئيس كان شريكا أيضا في بيع الأوهام لهم، وأنه أيضا كان شريكا في صياغة هذه الأزمة، وكان من الأجدر به أن يعيد القانون إلى البرلمان إذا كان يرى في البداية أنه غير قابل للتنفيذ. طبعا هذا قرار تصريحات الرئيس كان لديها ما بعدها، وكان هنالك الكثير من الاحتجاجات في الشارع وحتى التفاعلات التونسيين على وسائل التواصل الاجتماعي. سامي إبراهيم وهو تونسي غرد على صفحته على الفيسبوك قال في تونس اللآت اللامتناهية، لا تفاوض، لا حوار، لا تصالح، لا استسلام، لا عودة، لا مستقبل، لا خارطة، لا برنامج، لا انتخابات، لا قانون 38، لا لا لا، ليس هناك إلا النصر أو الشهادة ومزبلة التاريخ للمخالفين. طبعا هنا هو يسقط هذا الكلام على خطاب الرئيس سعيد وطريقة كلامه ومواجهته لخصومه. خولة بوكريم قالت عندما يقولون لك أن القانون عدد 38 شعبوي وأن الرئيس أحسن التصرف، ذكرهم بزيارات مخازن الحديد والبطاطا الشعبوية وأن أسعار الحديد ارتفعت وأنه لم يتغير شيء في قفة المواطن التي أدعى أنه سيدافع على استمرارية ملئها وأنه سيحارب الاحتكار وارتفاع الأسعار شعبوية بشعبوية إذن، وما من مشعوذ هزم إلى الآن عصا موسى. ياسين قال بأن طبعا علق على تصريح الرئيس، قال أستاذ قانون دستوري ورئيس جمهورية يصادق على قانون وضع كأداة للحكم لاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ حسب ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية اليوم، يعني هو شارك في بيع الأحلام واحتواء الغضب بل هو صادق على الأوهام الكاذبة حسب نفس البلاغ. طبعا ارتدت هذا النخبة السياسية أو الكتل السياسية الحزبية المشاركة في البرلمان والتي صادقت على تمرير هذه القانون قالت بأن هنالك حيز زمني وضع في النص القانون يمتد على 5 سنوات لتشغيل هؤلاء، وكان بالإمكان إيجاد طرق مبتكرة لتوظيفهم دون القضاء على بصيص الأمل الذي وضع له هكذا بجرد قلم، خاصة وأن الجميع شارك في صياغته وإقراره حتى من قبل رئيس الجمهورية. نعم دي. نعم علي، شكرا جزيلا لك على رصدك هذين الموضوعين وكل هذه التعليقات، ونلتقي الأسبوع المقبل.